وجه عدد كبير من البريطانيين انتقادات حادة لساسة وأعضاء في البرلمان البريطاني بسبب دعمهم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة. وقال عدد من أعضاء البرلمان البريطاني إن هذه الانتقادات تعد أحد العوامل التي دفعتهم لاتخاذ قرار بعدم الترشح لولاية جديدة في البرلمان في الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.